يسعدنا ويشرفنا حضوركم هذا، رجال الصحافة، رجال المجتمع المدني، السادة الأساتذة، جميع أصناف المجتمع المدني ورجالات. نتيجة النجاح الكبير للدورة الأولى لمنتدى الثقافي للكتاب بوفريفكا، وبالنظر للصورة التي خلفها لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، واستمرارا لهذا النجاح ونزولا عند رغبة مختلف الفاعلين، كان لزاما على جمعية أجيال المستقبل للتربية والتنمية عمل دورة ثانية للمنتدى الثقافي، والتي تعتبر استمرارية للبحث عن تخليق الحياة الثقافية بالمدينة وإعادة الاعتبار للكتاب في زمن المعلومات والتكنولوجيا التي رمت به على الرب، وكذا الشأن الثقافي بالمدينة. وخلال هذا المنتدى الثقافي في دورته الثانية المنعقد من 1 إلى 3 يوليوز 2015 تحت شعار الكتاب والتنوع الثقافي، تعقد جمعية أجيال المستقبل برنامج متنوع على 3 أيام. يتضمن اليوم الأول افتتاح المنتدى من خلال كلمة الجمعية وكلمة الشركاء، تليها ندوة حول موضوع التنوع الثقافي في ظل الجهوية المتقدمة، نموذج بن ملال قنيطرة. ويوم الثاني يوم الخميس هو يوم مهرجان إبداعات الذي يضم إبداعات أدبية في الشعر، الدجل، القصة، إضافة إلى مجموعة صوتية لمنظمة الكشاف الوطني ومجموعة نور الدين الطرفاوي للسمع والمديح. وفي اختتام هذا المنتدى أي يوم الجمعة 3 يوليوز حفل توقيع مجموعة من الإصدارات الأدبية لكل من السادة محمد محضار، محمد رشوقي، وعبد الكريم معاش. كيف ما قلت في الأول، مرحبا بكم وشرفتونا. الهدف عندنا الأسماء هو رسخ هذا التراث الثقافي اللي يولي عند واحد الموعد ثقافي في المدينة، ماشي بينا احنا كجمعية، بيكم انتم كفاعلين جمعويين كمثقفين تعاونوا عليه كاملين، ولا عند واحد دات لي فيكس في مدينة بريكا. تنشكر مندوبية وزارة الثقافة على التعاون ديالها في شخص مندوب ديالها السي محمد سارير. تنشكر فضاء اللي عطى فضاء ديال قوس، يعني ديال الرجال ونساء التهليج، على المساعدة ديالو. وتنشكر السي مهدي وبزاف المتعاونين اللي كانوا معنا، ومرحبا بكم. البرنامج ان شاء الله يكون غالي، تنتقبلوا انتقادات كيف ما تنتقبلوا المحاضرة ديالكم، وتبارك الله عليكم. والان نترككم ايها الحضور الكريم مع كلمة السيد المندوب الاقليمي لوزارة الثقافة السيد محمد ساري، فليتفضل مشكور. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الحضور الكريم على تشجيع النشاط هذا ولا الافتتاح، اللي يعطي واحد اللي يعطي إن شاء الله واحد دفعة قوية للمجتمع المدني. أولا كنشكر كل حاضرين، وكنشكر السادة الأساتذة الأجلاء على الندوة اللي غادي تكون، وكذلك بالنسبة للجمعية ديال الأجيال المستقبل اللي بالفعل حسيت خلال النقاش ديالي معها أنها طموحة باغا تزيد لقدام. هذا هو اللي خلاني أنني نزيد نتعاونوا ونشجعوا، والحمد لله مع جميع المجتمع المدني والفعاليات الباب مفتوح لحد الساعة، وما يمكن ليا إلا نقول أن دور الكتاب في هذا الملتقى أو لهذا المنتدى رغم الأبعاد ديال المفهوم ديال الكتاب راه ماشي غير الكتاب الورق، ولكن كل ما يتعلق بالكتاب والكتابة،
ولهذا تم هذه العملية ديال اختيار ديال الإذاعات اللي هي كانت الأمنية أنها تكون بواحد الصيغة أخرى، لكن لظروف ولإكراهات تمت بهذه الطريقة هذه. الحمد لله، كل ما يمكنني اللي غادي نقول هو أن أنا كنشجع العمل الثقافي ونحاولوا نديروا يد في يد وإن شاء الله غنمشيو للأمام مع أي واحد مد يديه حتى هو. المندوبية الثقافة راكم عارفينها، راه يد وحدة راه ما كتصفى، راه لابد في إطار تشاركي مع الجميع. ولهذا بالنسبة للمندوبية الثقافة مرحبا وألف مرحبا، ونتمنوا التوفيق لأي جمعية، وكذلك نتمنوا التوفيق لجمعية أجيال في هذا المنتدى الثقافي ديالها، وشكرا. الآن بسم الله نفتتح فعاليات المنتدى للندوة حول موضوع التنوع الثقافي في ظل الجهوية المتقدمة، نموذج جهة بني ملا كونيفرا من تأطير السادة الأساتذة الكرام الشرقي المصراوي والسي سعيد العيدي. وأترك الكلمة للمسير الباحث نبيل العياشي. تفضل. مشكور. والحمد لله كل مقدار من خريطي جمعية أجيال مستقبل التربية والتنمية وكل من ساهم معهم في إرسال هذه الندوة العلمية التي ستتناول بدراسة إشكالية التنوع الثقافي في ظل الجهوية المتقدمة، نموذج جهة جديدة رقم 5 جهة بني ملا كونيفرا، والذين أتاحوا لنا فرصة إثراء النقاش حول هذه الإشكالية التي لا تستقطب انتباه مجموعة من الباحثين والمتخصصين، كل منهم حسب تخصصه وتوجهه العلمي. وأعتقد أن هذه الندوة العلمية قد نجحت قبل أن تبدأ أكاديمية السياسية والحقوق الجمعوية والإعلامية. في هذا الإطار يبقى الهدف الأساسي من هذه الندوة ليس ما سيقدمه فقط الأساتذة الأفاضل من أفكار أو مداخلاتهم، لكن الهدف هو إغناء النقاش عبر مداخلاتكم وملاحظاتكم وكذا انتقاداتكم. لن أطيل عليكم وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ الشرقي المصراوي طارق مداخلته، وأتمنى من الأستاذ أن يكون هناك التزام بالوقت. شكرا السيد الرئيس نبيل العياشي الذي تفتخر كل المتعلمين والتخصصات الفريدة بأنه واحد من أبنائها، وهو يتابع الآن دراسته للدكتوراه في الجغرافيا في جامعة القاضي في مراكش. موضوع ندوتنا اليوم هو التنوع الثقافي في إطار الجهوية الموسع، ولأن المناسبة للاحتفاء بالكتاب فلا تفوتني الفرصة لأؤكد بأن خير جليس في دون كتاب، كما قال عباس محمود العقاد: الكتب كالناس المسجد الوقور والساذج الطريف والأديب المخبئ. ومن الكتاب نتعلم أشياء كثيرة، نتعلم ونعي جيدا بأن المقاربة أحادية الجانب دائما مآلها الفشل، ولذلك فإن ديدن هذه الندوة سيكون منطلقه الأساس هو التعدد والاختلاف في إطار الجهوية الموسع. رب سائل سيقول: وما جدوى هذه الجهوية الموسعة في ظل زخام فكري وثقافي وسياسي عرفه المغرب منذ 1996 وتوج بحكومة التنوع سنة 1998،
والمذكرات الإصلاحية التي رفعتها الكتلة الديمقراطية إلى جلالة الملك المغفور الحسن الثاني، ثم اللوبيات التي تعترض العمل السياسي والتي تعترض الإصلاح الثقافي، ثم الإصلاحات المتكررة في وزارة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وكذلك العالي، كل هذه القضايا يمكن أن تطرق في نفسية الفاعل السياسي والفاعل الاجتماعي والثقافي مجموعة من الإشكاليات التي ينبغي أن نبحث لها عن مصوغات قانونية، وهذا ما سيتكفل به الأستاذ سعيد العيد. لكن سأحاول أن أنطلق من فكرة أساسية انطلق منها غرامشي، وهي أن المثقف العضوي عليه أن يكون دائما داخل الجلسات التي توفرها الدولة والتي تعطيها مجموعة من العلامات الاستفهامية ومجموعة من القوانين التي تركزها انطلاقا من الجهات. هناك من سيبحث في الفضاء الإيديولوجي الذي انبنت عليه الجهوية، وهو أن الهدف الرئيسي كما يقول البعض أنه هو من إيجاد مخرج لإشكالية الصحراء المغربية. سنقول وما غير في ذلك، ما غير في ذلك، ما دامت هذه الجهوية الموسعة ستبحث عن قناع ما يقول ماكس فيبر في إطار الاقتصاد السياسي من أجل أن نجد حلولا سريعة للقضية الأولى وهي الوحدة الترابية. إذن ما جدوى الفعل الثقافي في إطار التعدد والاختلاف في خدمة هذه الجهوية الموسعة؟ هناك من سيقول بأن هناك شرخا إسلاميا بين جهة ورديغة، بين منطقة ورديغة وبين منطقة تلك الأصيلات، على اعتبار أن هناك تنوعا ثقافيا على مستوى تباين في اللهجات، لهجة عرومية جاءت من قبيلة قبائل بني هلال وبني سليم وبني عقيل، ثم لهجة أمازيغية. لكن يجب أن نعي حسب الكتابات التي جاء بها المؤرخون القدماء بأن هذه المنطقة هي في الأساس أمازيغية. وربما من حسنات هذه الجهوية الموسعة أنها أعادت اللحمة إلى جهة كانت ربما مسكونة بهذا الغياب وبهذه القطيعة الإسلامية. ثانيا، الثقافة باعتبارها تشيد القيم، أي قيم نحاول أن نستشرفها وأن نشيدها انطلاقا من هذه الجهوية الموسعة. من سيتكفل بهذا التنوع الثقافي؟ هل التنوع الثقافي هو رهين لبعض الممارسات الإبداعية التي تكون موجهة هنا وهناك، أم أن الثقافة في إطار التنوع تضم كل ما سيكون من لباس، من عادات، من تقاليد؟ وكما قال الباحث الأنثروبولوجي والسيمولوجي المغربي عبد الكبير الخطيبي في الاسم العربي الجريح، وهو يبحث في إطار الزرية الأمازيغية في الوشم الأمازيغي، في الكتابة الأمازيغية، في الحكاية الأمازيغية، في الخرافة الأمازيغية، في الأنماط الشفوية داخل مربع الشاوية ورديغة وداخل الجهات الأمازيغية. الكتاب المهم قدم له الناقد الفرنسي رولان بارت، وأكد على أنه كغربي كباحث مهتم بالسيميائية في الخطاب تعلم أشياء كثيرة من الكبير الخطيب، لأن هذه الأنماط الثقافية مجتمعة ستكون شرايط وتماسك لهذه اللحمة المغربية، والتي يمكن أن تكون هي جناح هذا التعدد والاختلاف. ولما لا، والعصر الذي نعيش فيه هو عصر التشتت، عصر التفكك بمفهوم جاك فيريدا في كتابه لكريتير إلى ديفيرونس. إذا ما دمنا نتناهى مع هذه القضايا الثقافية في وقت التعدد والاختلاف، فإن إذن الباحثين في هذه المفصل التاريخية
سيكون هو البحث عن المرتكزات الأركيولوجية البيداغوجية الديداكتيكية التي ستعلم الأجيال المستقبلية كيف يتماوجون مع الإرث الثقافي. ولأن هذه الجمعية اسمها أجيال المستقبل، فإن مهمتها التاريخية ستكون من اليوم هي تأسيس رؤية جديدة لمفهوم الجيولوجية الموسعة، على اعتبار أن الشاعر العراقي يقول: أصبح الكون وهو نور ونار، أيها الظالمون أين الفرار؟ الأعاصير تملأ الشرق والغرب وقد جاش حولهم الشرار، كلما حقت المنايا بإعصار نزا فوق نعشه إعصار، فالتهاب خلا فكان التهاب وانفجار مضى فجاء انفجار، هذه قصة الشعوب رواها للوراء تاج قيصر المنهار. جميع الشعوب التي يشتاعون العنف، يشتاعون الخوف، يشتاعون المغالاة في الدين، هي التي لا تعيش التعدد والاختلاف، بل إنها لا تقبل. ولقد تعايش المغاربة منذ زمن بعيد مع التعدد، منذ أن وجدت الملكة اليهودية في المغرب، مرورا بالحضارة الرومانية، البيزنطية، المرابطية، الموحدية، وصولا إلى العلويين، ووصولا إلى العهد الحاضر، على أساس أن الإنسان المغربي دائما لا يعيش النقوص على ذاته، وإنما يحاول أن يعيش نوعا من التعدد والاختلاف داخل بنيته الثقافية. وهذه الجهة والحمد لله تتوفر على أطر متعددة في مجالات خصبة وثقافية. نذكر منهم على سبيل المثال في إطار الجهة الروائي والباحث عبد الكريم جويطي من جهة بني ملال، ثم تشكيل الرسام التشكيلي والفيلسوف حسان برقية المترجم. نذكر عبد الرحيم العمري من وادي زنب، عبد المجيد نوسي من وادي زنب باحث في السينمائيات، إلى غير ذلك من الباحثين الذين يمكن إذا استعنا بخبراتهم في مجال البحث، في مجال تحليل الخطاب السياسي، في مجال البحث في الأنظمة الثقافية. لا يمكن أن ينساه التاريخ، بدءا من دستور 1908 الذي لم يكتب له النجاح، حيث كان دستورا وزع وفرق ولكنه لم يكتب ببداد من الفخر والاعتزاز كما تم كتابته في سنة 1962 و 92 و 92 و 96 ثم كذلك دستور 2011. المغرب تعرفون أنه كان يعتمد على النظام المركزي الإقطاعي، وكان في إطار الدولة الحارسة والدولة الدركية والدولة البوليسية، بهذه العبارة أقول، كان يسير نظامه في عشرينيات القرن الماضي. فبعد الاستعمار وبعد الاحتلال ديال 1912، تعرفون أن المغرب تم تقسيمه إلى جهات عسكرية وجهات مدنية، وسار على هذا النحو إلى حدود سنة 1960 حينما جاء دستور المملكة الأول القانوني الذي نظم وشرع كل هياكل الدولة بما فيها نظام الجهات. ولكن يمكن القول أن تقسيم المملكة لسبعة جهات اقتصادية في سبعينيات القرن الماضي كان هو الانطلاق أو اللبنة الأساسية لبناء النظام الجهوي. فجاء دستور 92 الذي أعطى الجهوية بعدها القيمي، وتأسس ذلك من خلال القانون 47-96 الذي قسم المغرب إلى 16 جهة. في هذه النقطة لا يمكن أن نمر مر الكرام، ولكن يجب أن نتحدث على هذا المعطى. صاحب جلالة المرحوم الحسن الثاني حينما قال: أريد جهوية تسير على نمط ليندر الألماني، سنة 1989 في خطاب رسمي، ولكن القائمين على تدبير الشأن العام سمحهم الله آنذاك حينما ذهبوا إلى ألمانيا لم يأخذوا منها إلا العدد. تعرفون أنه ألمانيا هناك 16 جهة، ولكن نظام ألمانيا نظام فيدرالي مركب. وكان لي الشرف أن زرت رفقة وفد من الجامعة لمدة 16 يوما وزرنا 16 جهة بألمانيا. النظام الألماني نظام فيدرالي معقد، هناك كل جهة لها برلمان خاص، لها حكومة خاصة،
لها تدبير خاص ويسمى بنظام اللاندر الألماني أو اللاندر الألماني. وعلى المستوى الوطني في ألمانيا هناك ما يسمى بالنظام الفيدرالي البونديسترات والبونديستار، أي أنه حكومات على مستوى الجهات، 16 حكومة في ألمانيا، 16 كذلك برلمان. وعلى المستوى الوطني هناك الحكومة الفيدرالية البونديستار، وهناك كذلك البرلمان الفيدرالي البونديسترات. إذن هذا النظام هذا هو الغالي فيه ألمانيا نظرا النظام ديالها. بالنسبة للناس اللي مشاو وجابوا لنا تجربة ألمانيا جابوا غير العدد، ألمانيا عندها 16 جهة، جاو شدوا المغرب وداروا لي ديكوباج تيروتيريال على مستوى الريجيون وداروا 16 جهة وعطونا هاد السميات اللي بقى فيها المغرب غادي فيه من 96 إلى الدستور ديال 2011 إلى يومنا هذا بعد ما جا القانون ديال 111/14 اللي صادق على أن المغرب انتقل من عدد الجهات من 16 جهة إلى 12 جهة. إذن هذا مسار ما يمكنش أننا نغفلوا عليه لأنه مسار مهم، وكتعرفوا بأنه السياق على جهة هذا المسار ديال الجهوية. تعرفون أن المغرب الآن كيدخل في معركة سياسية فيما يخص نظام الصحراء المغربية التي تحولت لأطماع جزائرية وأطماع ديال البوليزاريو وكذلك أطماع من إسبانيا وغير ذلك. المغرب الآن في إطار ما يسمى بالحكم الذاتي الأوتونومي، أنه شبه الجهوية المتقدمة، والدستور كان واضحا بأنه الآن نعيش جهوية متقدمة ولا نعيش جهوية موسعة. أما حينما نتكلم على تطبيق ما يسمى بنظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية واللي من خلاله غتعطى صلاحيات كثيرة للممثلين ديال الأقاليم الجنوبية وللنخب الصحراوية المغربية على أن تدبر الشؤون الداخلية وأن تكون هناك حكومة مسؤولة في الأقاليم الجنوبية على غرار الحكومة الوطنية التي تكون في الرباط، ستكون حكومة أيضا في الأقاليم الجنوبية وستسند كل الاختصاصات الذاتية والاستشارية والمنقولة للقائمين على تدبير الشأن في الأقاليم الصحراوية أن تكون هذه الجهوية قوية حتى نطوي بصفة أو بأخرى الملف الذي عمر طويلا وهو ملف الصحراء. هذا هو الأكثر وليس هدفه الاسترزاق، لأنه ما غيرش يمكن الاسترزاق السياسي والاسترزاق الأقاليم. إذا نشأنا واحد 30 سنة الآن بلدنا كنتكلموا على الاسترزاق بين المتقدمين اللي فعلا أنه كان ديالو كيهدر شي حاجة كيمزل الذهب. أما سياسة الاسترزاق راه حتى اللي كيساوي حنا كنسعوا لتحت النار كنسميو مسترزق، ولكن أنه باش تغير السياسي والتقاليد واحد العدد ديال المهرجانات أصبح لنا مصطلح مغربة أنها مغلفة بما هو سياسي. والآن المغرب داخل تجربة ديال الانتخابات، حتى المهرجانات اللي كنا كنشهدوا في مغربة في الأخير تبتت بأن واحد العدد ديال المهرجانات أنها تغلفات مغلفة وغتفاخر بها ثاني حتى 2021. ولكن بغينا أن تبقى الاستمرارية لا كونتينيتي ديال القضاء يبقى داك العمل خصنا نشوفو. لهذا ما غنطولش على الإخوة. شكرا. بإذن الله ترى هذا سألنا لمن سيكتب هذا الكاتب الذي لديه ما يكتبه ما دام نسبة القراءة بالمغرب لا تتجاوز 1.5% وعندنا مكتبة واحدة لكل 134 ألف نسمة و13 صحيفة لكل 1000 مواطن ومن النساء في المغرب نحو 60% مقابل 35 للذكور. يقول الباحث حسن الوزاني 32% من إنتاج الكتب هي على نفقة المؤلفين، ما تخصصه الأسرة المغربية لاقتناء الكتب هو أقل من 0.3%. إن الأوروبي يقرأ بمعدل 35 كتاب في السنة، والإسرائيلي 40 كتاب في السنة، والعربي 80 عربيا يقرؤون كتابا واحدا في السنة. لقراءة 35 كتاب باللغة العربية نحتاج إلى 2800 عربي، ولكي يتم قراءة 40 كتاب نحتاج إلى 3200 عربي. الحاصلة ثقافة أوروبي واحد تساوي ثقافة 2800 عربي، ثقافة إسرائيل واحد تساوي ثقافة 3200 عربي. فما رأيكم في هذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. كلية متعددة التخصصات كثيرة صراحة.
موضوع الجهوية المتقدمة أو الموسعة، على الرغم أن هناك اختلاف بين المصطلحين، كما ذكر الأستاذ العيدي، نحن في المراحل الأولى للجهوية المتقدمة، بمعنى لن ننتهي من الجهوية المتقدمة ولكن في الخطوات الأولى للجهوية المتقدمة. موضوع الجهوية هو موضوع معقد ومركب، ومن الصعب الوصول إلى رأي موحد حول هذا التقسيم، ولكن حتى نكون إيجابيين كان من المطلوب، نحن الآن نتعامل مع أمر واقع، ما حصل قد حصل، قريبة تنتمي إلى جهة من إقرار الله، والاسم لا يوجد في الجهة. السؤال كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الوقائع الآنية؟ أنا أود أن أطرح أسئلة أكثر مما هو تحليل. الجهوية المتقدمة أو الموسعة تتطلب موارد بشرية مؤهلة يكون استطاعتها استيعاب الصلاحيات الموجودة في الجهوية الجديدة. هل يعقل منتخبون، وأنا لا أريد أن أسمي الأمور، منتخبون مستواهم التعليمي ابتدائي ويوجدون في مركز القرار، كيف يمكن لهذا المستوى أن يستوعب ما ستخول له الجهوية المتقدمة؟ هناك بعض النقاط التي أود مرة أفكار لا يجب أن تمر مرور الكرام. سأركز على الشق